والسلام عليكم ويوم جديد. اهلا وسهلا بكم اخواني الاعزاء، شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. طبعا شوفوا شلون جوعانين، جايب لهم هذا اكل البيت. شوفوا لي شوفوا لي البش والدجاج، طبعا هذا دجاج البراهما، وهاي الكتاكيت ما شاء الله. شوف شلون كبروا، شو صار عرق، صار قتال، قتال صاير. ولكم قعدوا، ولكم هسه اعطيكم، هسه اعطيكم خطيه جوعانين. طبعا هذا البش ما تشوفون، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا البش شلون كبر، الاحجام. طبعا هذا فحل ذكر ما تشوفون، وهذا الابوني ودجاجته مثل ما تشوفون، ما شاء الله تبارك الرحمن. جوعانين طبعا، هسه راح اعطيكم اكل، انتظروني هسه اعطيكم اكل. اصبروا. اخوان الاعزاء مثل ما تشوفون، هذا بيض عندنا، هذا بيض ابراهما، طبعا هذا بيض ابراهما وهذا بيض فسيفس، اجاني هديه. وهذا بيض ابراهما اللي عندنا بالمزرعه، وهاي بيضات الشمسيه اللي عندنا. ان شاء الله راح نخليهم بالفقاسه، فتابعونا اول باول ان شاء الله، ابقوا ويانا. طبعا هاي الفقاسه اخوان الاعزاء شغلناها مثل ما تشوفون، هاي قلابي راح اخليه لان ما عندي بيض هواي، فان شاء الله راح نخلي البيض هنا بالقلابات ونخلي البيض بيها ان شاء الله. هنا بعد ما خلينا البيض، هذا بيض الفسيفس مثل ما تشوفون، وهذا بيض البراهما خليت ببسطة بيض شمسية، ان شاء الله راح ننقلهم ونخليهم بالفقاسة ونضبط الحرارة على 37.6 37.5، والرطوبة نخليها ان شاء الله 55 ان شاء الله. فابقوا ويانا. وهنا راح نشيل القلاب وراح نخليه بالوسط مثل ما تشوفون، هاي الطريقة. خلينا القلاب هنا، وعندنا القلاب الثاني هم راح نخليه هنا مثل ما تشوفون، هاي الطريقة. طبعا هاي الفقاسة جيموكا، جيموكا تركية، نسبة التفقيس مالتها جيدة. اخوان الاعزاء طبعا ما راح نشد التقليب، هاي مالات التقليب ما راح نشدهم لمدة اول 3 ايام، او راح نشدهم هنا بس ما نربطهم من فوق، ما نخليهم يتقلبون اول 3 ايام، ماكو تقليب. ورا 3 ايام ان شاء الله نبدي نشكل التقليب ونخلي البيض ان شاء الله يتقلب، وان شاء الله خير ان شاء الله. طبعا اخواني الاعزاء، هاي الحرارة ثبتناها على 37.6، والرطوبة بين 50 الى 55، من 50 الى 55 اول 18 يوم، واخر 3 ايام بالتفقيس نصعد الرطوبة الى 58-60، نضبط الرطوبة على 58 حتى الكتكوت يطلع براحته. فضبطناها، انا خالها اذا صعد 37.6 راح يفصل الهيتر، ومثل ما تشوفون الرطوبة ثابتة والحرارة هم ثابتة. وهنا البيض ان شاء الله. ابو الكيم شلونك؟ ابو الكيم، ابو الكيم شلونك ابو الكيم؟ عافية حباب، عافية ابو الكيم، عافية. وهنا عندنا الدجاجة الهراتية، طبعا بدوا يرقدون مثل ما تشوفون، بدوا يرقدون ما شاء الله، نشوفهم مبيضين.
وهاي الابراهيم بصفها. تعي طري 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 طري. هاي الابراهيم بيضة بعتي ما شاء الله. لا هاي بيضة الهراتية ما تشوفونها، هاي بيضة الهراتية. وهاي الابراهيم ما تريد ترقد، يعني يمكن خلصت بيض، نشوفها بيضة. لا بعتي طبعا تريد ترقد مثل ما تشوفون، وهاي هم ما تريد ترقد. فان شاء الله نلم لهم بيض ونرقدهم عليه ان شاء الله. يمكن اخليها بهذا العش، هاي الهراتيه، واقففها هنا. ها وليت تريد ترقدين، هاي بيضتك شوفوا، خلي لها البيضه شوفوا تريد ترقد. ناخذ بيضتها ان شاء الله، بس نلم لهم بيض كافي راح نرقدهم عليه. عندنا البشه المصريه ما شاء الله تبارك الرحمن، بقى لها تقريبا 3 ايام او 4 ايام ان شاء الله، وترقد وتفقس ان شاء الله. ان شاء الله بعد الايام قليله وتفقس ان شاء الله. شوفوا ان شاء الله بس تفقس راح نخليها بالحاضن اللي عندنا، ونخليها ويا الافراخ مالتها ان شاء الله. وهذا البش بعد ما شبع وكله مثل ما تشوفون. طبعا هذا ذكر وهذا ذكر بيهم، والباقي كله اناث، وهذا ذكر همات والباقي كله اناث. ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني كبروا ما شاء الله. شوفوا الاحجام ما شاء الله، شوفوا هاي شلون كبرت النفيه. ان شاء الله منا بعد 3 اشهر ان شاء الله يبدون يبيضون، هاي الاناث تبدي تبيض ان شاء الله، 3 اشهر الى شهرين ونص ان شاء الله. اعزاء هذا كتاكيت الشامو اللي عندنا الهراتي، طبعا طلعتهم بعد ما خليهم ويا السمان، فخليهم يسرحون لين كبروا مثل ما تشوفون. ما شاء الله تبارك الرحمن صارت احجامهم كلش كبيره، والجوهم صار دافي فما يحتاج بعد نخليهم جوا بالحاضنه. فطلعناهم، هاي عددهم 5 اعتقد، بهم 2 نثايا و وثلاث ذكور اعتقد، هيجي بعد ما اعرف، ما يبين هسه هو صغير مثل ما تشوفون. ما شاء الله تبارك الرحمن. اخوان وصلنا الى نهايه هذا الفيديو، لا تنسون الاشتراك بالقناه واعطانا زر اللايك اذا عجبكم هذا الفيديو، ونشوفكم الاسبوع القادم ان شاء الله، ومع الف سلامه.